مدينة صفاقس جنوب تونس أو عاصمة التلوث كما يسميها النشطاء في مجال البيئة ما زالت تمثل عنوانا لأزمة بيئية تتعلق أساسا بتعطل رفع النفايات بسبب امتلاء المكبات ومخلفات التلوث الهوائي الصادر عن مجمع الصناعات الكيميائية قبل غلقه. يلزم أولا ما يعملوش مصب واحد، يعملوا 4-5 مصبات. صفاقس مدينة كبيرة جدا، 4-5 مصبات. علاش لا؟ علاش عم مصب؟ علاش عم مصب 62 كيلومتر؟ علاه؟ احنا نسينا في شخص النفايات نتاع المجمع الكيميائي. ما تعرفش كي سموم ذكرناه وكتبناه والناس كل متفقين على هذا. علاش قمنا وهبطنا على الزبله ما تكلمناش على هاك السموم اللي تنتج 450% اكثر من مواصفات نتاع المنظمه العالميه للصحه. الوضع البيئي المتدهور في مدينة صفاقس وفي غيرها من مدن البلاد كان محور المؤتمر الذي جمع أكثر من 100 منظمة مدافعة عن البيئة وخبراء في المجال البيئي، وناقش المؤتمر قضايا التلوث الذي ارتفعت نسبته ب30% خلال الأعوام العشرة الأخيرة، فضلا عن قضية شح المياه والتنوع البيولوجي والانتقال الطاقي. الهدف نتاعو هو الخروج بمطالب، تقديم المطالب نتاعنا وللحكومه والضغط على الحكومه من اجل انه تكون البيئه يعني عنصر اساسي في السياسات الدوله. دونك اليوم نلقاو انه البيئه قاعده مفهوم سطحي برشا، قاعده مفهوم اللي ما خولاش انها تدخل في القطاعات الاخرى. العنصر الاساسي هو عدم وجود سياسه بيئيه واضحه مبنيه على رؤيه معناتها واضحة وعلى برنامج واضح من اللي توجد وزارة البيئة. احتجاجات المنظمات المدنية ضد التدهور البيئي في مدن عدة من البلاد دفع الحكومة الجديدة إلى البحث عن خطة لتنسيق جهود حماية البيئة مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن البيئي. ورقة السياسة هذه تحكي على المشاكل البيئية، أما تحكي معناتها أساساً على الحلول اللي نجموا نلقاهم معناتها باش نخرجوا من الأزمة، باش نخرجوا من الأزمة البيئية. نحكيوا على السياسات البيئية، كيفاش الاستراتيجيات نتاعنا اللي نجموا يكونوا يتحسنوا، وكيفاش يكون العمل اللي يكون أفقي بينات الوزارات والوكالات، وين يذكروا معناتها ويخدموا على البيئة كمش حاجة واحدة، مي حاجة متكاملة. قضية التدهور البيئي تمثل وفق البعض إحدى أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، سيما بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة عقارب في محافظة صفاقس. الحق في بيئة نظيفة وسليمة قضية تشغل بال المئات من المنظمات المدافعة عن البيئة والمحيط، والتي تزايد قلقها خلال الأعوام الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات التلوث والاعتداءات على البيئة في مدن عدة من البلاد. توفيق عائشة الحرة، تونس.